طيب خلينا سريعا قبل ما نتكلم في الجزئيه دي نروح ونرجع لزميلنا العزيز فاروق صلاح ولقاء اخر هام مع احد نجوم الاتحاد القدامى. نشوف فاروق ونرجع مره ثانيه، يلا بينا. من جديد بجد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من نادي الاتحاد السكندري و زيارة الكابتن محمود الخطيب لنادي الاتحاد السكندري وتوطيد العلاقات اللي بتجمع دايما ما بين النادي الاهلي وقلعة نادي الاتحاد السكندري. بينضم لي في هذه الاثناء واحد من نجوم كرة القدم في نادي الاتحاد السكندري، كابتننا الكبير الكابتن ناصر ابراهيم الحارس التاريخي لنادي الاتحاد. كابتن ناصر برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الاهلي، ودايما بنقول الاهلي والاتحاد السكندري بتربطهم علاقات وطيدة على مر العصور. بداية لازم تعرف حاجة بالنسبة للكابتن محمود الخطيب، لما واحد بيبقى معاك في السراء والضراء، في حزن بنلاقيه قبل اي حد، في فرح بنلاقيه قبل اي حد، بيشاركنا كل حاجه. وانت شايف النهارده عندنا عيد وزمايله كلهم اللي لعبوا قصاده كلهم موجودين، والناس اللي ما لو عارفين فيه تلاقي ناس اللي بقى له 40 سنه و50 سنه ما شافوش جاي لك هنا لغايه شفت اللعيبه، عمرك كنت شوف بقالك 30 سنه ما شفتهاش. احنا كلنا بنحب محمود، ونادي الاتحاد والنادي الاهلي ده كابتن محمود الخطيب مقربنا لبعض جدا، وهو الاستاذ محمد مسلحي اكتر من اخوات. شايف مردود الزياره ازاي؟ يعني انا عارف ان دايما الكابتن الخطيب دائم التواصل معاكم. يعني بعد اذن حضرتك السعاده والفرح اللي في عيون الناس دي كلها ما بتدلش على حاجه. احنا حته كده الكاريزما ده، الخطيب ده عنده كاريزما مش موجوده عند حد خالص، ولا في مش افريقيا ولا في العالم. صغير كبير اللي حتى ما حضروش بيحبه. الخطيب ده وضع تاني خالص، بالنسبه لنا احنا ليه مكانه كبيره 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 عندنا، واحنا كلنا بنحب الاستاذ محمد مصلحي في الزياره في المؤتمر. قال هو جون واحد بدماغه بس، لكن الماتشات اللي انا لعبتها ضده كانت احسن ماتشات. هقول لك حاجه، اول ماتش ليا ضد النادي الاهلي 2-0 في اسكندريه، والكابتن جارم اللي جابه الجونين، وكان المجموعه ما حصلتش، بس الخطيب ما لعبش الماتش ده، كان طارق الشيخ، كانت مجموعه كويسه. يعني ابرز المواقف اللي تتذكرها للكابتن الخطيب وهو لاعب في الملاعب؟ كنا بنلعب في الشاطبي وعمل كوره، والله لو اتشاطت مليون مره هتخش مليون جول، ما اعرفش انا طلعتها ازاي. جالي كده قال لي يا ابني اعمل، انت عملت انا اعمل لك ايه؟ في ايه؟ دي ما تخشش. وجونين اي كلام، فوز سكوتي دخلهم بقى ضرب نار، بقى ضرب نار عليا. محمد نصر على طول جايبه، على طول جايبه، ما اعرفش في ايه. كابتن الخطيب ده فاكهه ما يتكررش، موهبه، اخلاق، انسان، شخصيه كده تتحب كده، ليه كاريزما جميله زي الاستاذ محمد مسلح. الكاريزما بتاعت بص لي العيل اللي عنده 10 سنين ما شافهوش، لكن يشوفه يجري عليه ده ايه؟ يعني اجيال كلها، كبير عنده 90 سنه زي 10 سنين كله يجري عليه عايز يتصور معاه، هو ليه كاريزما كده، الله يديله ويزيده محبه الناس. ودايما تفضل العلاقات بين الاهلي والاتحاد. احنا اللي متشكرين قوي، ومتشكرين لزيارتكم، متشكرين للقناه الجميله اللي انا بتفرج عليها ليل مع نهار، وربنا يكرمكم ويبارك لكم انكم شخصيات، او بنعمه على الاصح انتم وانتم موجودين حوالين النادي، للناس اللي ورا الكواليس جمعتوا الناس حوالين منكم، وحببتوا الناس، حببتوا الناس في النادي الاهلي اكتر من الناس، لان انتم عملتوا حاجات ورا الكواليس ما حدش شافها الا واحد زيي. فانتم ربنا يبارك لكم وتكونوا في صعود على طول يا رب. شكرك يا كابتن ناصر. العفو حبيبي، العفو. ده كان لقانا مع واحد من النجوم التاريخيين لنادي الاتحاد السكندري، الحارس القدير الكابتن ناصر ابراهيم. كلام طالع من القلب، مش كلام مكتوب في ورق، هو دي الروح، وهو ده الكلام اللي طالع من القلوب، كلام يعني بيلامس القلب. نفس الكلام اللي قاله الحاج محمد مصلحي، هو نفس الكلام اللي بيقوله لاعبي النادي الاتحاد القدامى. هي دي الرساله، من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.